يعني قاعد حالي بس يدافع عن وطني يريد حقه، يريد حق جهاله، يريدني من اكبر يصير عندي وظيفه اتهنى بحياتي. ايش يسوون بي ليش؟ ربما لم يدرك منتظر فراق أبيه الذي لم يمضي على استشهاده 24 ساعة، لكنه تحدث بصوت ما كان يردده الشهيد صلاح العراقي وهو يبحث عن وطن، متسائلا عن ذنب والده ليذهب مودعا الأحباب والأقرباء بخمس طلقات قد أصابت تلك الجمجمة التي كانت مليئة بالأهداف والطموحات، وهو يفكر كيف من الممكن أن تتحقق في بلد قد سرق منه الأمن والحنين. يعني رجل قاعد إيجار يشتغل، يعني قوته يومي 2000-3000 دينار يطلع حتى يعيش جهاله، عنده 4 أيتام. زين انت من قتلته، انت اللي دزيت شخص يقتله، ما فكرت بالايتام، ما فكرت بمرته، ما قلت هذا حياتي مع عائله كامله. وراح يصير اجتماع بعد الفاتحه حتى نعرف انه هل يبقى هذا الدم مستباح، وخاصه على الشباب في العشائر تقول لك احنا لازم نوقف وقفه مشرفه امام الناس. احنا كشيوخ عشائر احنا لازم نوقف وقفه رجل واحد حتى نقطع دابر هاي العصابات والقتلة. إذا الحكومة ما تقدر إحنا نقدر، بس ما نريد نتجاوز القانون لأن القانون فوق الجميع. من ساحة التحرير حيث صدح صوت صلاح العراقي انطلقت تلك الجموع بتشيع رمزي لشريك صوتهم في البحث عن الوطن. سلسلة الاغتيالات التي تطال الناشطين لن توقف ما خرجت به ثورة تشرين كما يقول المشيعون. اليوم تشيع رمزي لأخونا البطل صلاح العراقي اللي كان مثال للشهادة والبطولة الحقيقة، وأصر على الشهادة من أجل التغيير، وهذا هو منهجنا. كنا يعني نعاهد الشهيد صلاح أنه على نهج باقين، وما ممكن أن نرجع مهما كان الرصاص، السكاكين، القناصات، وسائل الموت المختلفة جربوها هنا، لكن احنا زدنا حياة ومصنع على ذلك. النقيضان يحدثان في شوارع العاصمة، انتشار أمني كثيف وعمليات قتل واختطاف كثيرة تمارسها عصابات بدم بارد ليدق ناقوس الخطر أبواب العوائل العراقية في بلد قد ساد فيه نظام الغاب وإشاعة العبثية والتخبط بعيدا عن الضوابط والقوانين، حيث تسلل الانفلات إلى كل مفصل من حياة العراقيين كما يقول متابعون. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.